شايف هالصفة فيكي وهالصفة أنا شايفتها فيك. عم أهرب أنا لما بلاقيكي وأنا ما بدي هيك شريك. بيخافوا من الصدق وبيبتعدوا عنه، وقديش في ناس ابتعدوا عن الصدق وخسروا. هاي صفة وجودها متعب وغير مرغوب، بس صاحب هالصفة عطول عنده اعذاره. لهيك هالصفة كابوس كافي جدا انه يجيب التعاسة لصاحبه. معرفتوا هالصفة لحديت هلا؟ شو هو الكابوس؟ واضح جدا، ابقوا معي ومنشوفه سوا. وين الفطور؟ اي فطور؟ مو على اساس انت منك رايح الشغل ونايم للظهر؟ ليش انت بتخلي حدا ينام؟ مثل البق. بدي افهم، لسانك ما بيفوت لحلقك؟ مره صوتك جاي من البلكون، مره من الصالون، مره من لك شو كيف بتلحقي على الكل؟ شو بدي اعمل اذا جيراني بحبوا يستشيروني بكل صغيره وكبيره، ما بيقدروا يعملوا شيء بدون ما يسالوني. وانت ما بتصدقي على حالك، ما هيك؟ خيط مطو. قومي افتحي الباب. انا؟ لكن انا صباح الخير جارتنا. أهلين، كيفك؟ الحمد لله. كيفو جوزك؟ منيح، كثير منيح. صحيح مثل ما سمعت انه مسافري؟ نحن كنا مسافرين؟ ايه. ايه اجلناها شوي. ايه تفضلي تفضلي. ماشي، شكرا.
يا اهلا بجارتنا. يب وهي جارنا كمان هون. يا اهلين. الحمد لله على السلامه. امتى طلعت من المستشفى؟ نعم انا مستشفى. يو ما كنت عم تعمل عمليه القرحه؟ انا قرحه شبك جارتنا. الحمد لله طاب وصار عال العال. شو خير ساميه؟ شو مستشفى ما مستشفى وقرحه؟ القرحه الايام صايره مثل ابعد درس ما هيك؟ بسوي لكم قهوه؟ ايه يلا. جار تتهنى بالفيلا، قال كثير حلوه حلوه. انو فيلا؟ شبك جارتنا؟ جار لا تفكرني انا ماليه، نحن بنفرح لكم كثير، تتهنوا فيها ان شاء الله. حاسس في شيء مو طبيعي. انو فيلا؟ جارنا؟ باعتبارك بتدور بلاد كتيرة وعلى طول مسافر. أنا؟ إيه وباعتبارك عندك طيارة خاصة ما شاء الله. أنا؟ إيه ما بتقدر تدبر لي شي عريس؟ أنا؟ لا مو قصدي عليك، أنا ما بنزل على الضرة. يا جارتنا مو قصدي بس قوم غير هالبيجاما بطريقة تشوفين على الباب. يلا أهلين جارتنا. يا هلا. مين؟ أنا. مرحبا عمي. أهلين. والله يا ست سامية موجودة؟ نعم موجودة. مين بيريدها؟ أنا جوزفيتا ناريمان جاي مشان التلفزيون هلي بيساوي بوصة وبخيط فساتين مشان شوفه اشتري لمرتي واحد مثل حكايته. تلفزيون بخيط بوصة وبيساوي فساتين؟ إيه. سامية يا سامية شرفي شوفي جوز رندا ناريمان. أهلا. أهلين. نعم أهلين. أنا جوز ناريمان جاي مشان التلفزيون. إيه عسقيفة لحو عسقيفة لأنه بكير عالصيف والبوزة هالأيام ما عندهم برا مش حلوة. أنا بحكي ناريمان سلم لي عليها كتير. على عيني. إيه. يلا سلام عليكم. مع السلامة. سلم على ناريمان. الله يسلمي. إنه بدي أفهم شو بتقدينه للعالم لحتى بيصدقوكي؟ أنا لازم نحن نمشي جارتنا. هيدي جارتنا بكير. لا والله مستعجلة كتير. طيب يلا خاطري. مع السلامة جارتنا. أيوة نعم. لا أختي أنا جوزة لهالدرجة صوتي نسواني؟ نعم جوزة عند مرته التانية. أنت متأكدة إنك عم تحكي عن سامية؟ لا يا عيني أنا جوزة لسامية وماني متجوز غيرها. جوزة أخرس بعدت لحمة هي صاحبتي سمية بتحب تمزح كتير. قومي تعبي قومي تعبي. ألو إيه سمية؟ مرحبا. رحمة الله عليك يا اللي عظام ويا رميل. أنا آلاف كلمة دقيقة كلن ولاد عم الحقيقة تحكي عالسانة لفلانة وهي من الحكي بريئة. هذا زمن لازمله هيك الصدق درويش ابن عمه بيك وبفنونه بيمشي عالكل وبيخلي الناس حواليك. بس هذا غلط خطير ما بعمره الخيش صار حرير صدق حباله كتير طويلة ابن عمه حبله قصير. فن تحريف الكلام هو الماشي بهالايام اذا بدك تسكر تمي يا ما في بهالدنيا تمام. يعني صدقك انا انساه ما بيربح وكل يلي حكيتي لي اياه اسمع وسطح.
لا يحتمل هيدا اللي شفناه ولا اللي رح نشوفه. بشير بشير، دبرت المصاري؟ لا، من وين بدي دبره؟ يا بشير قلت لك اخرت الكذب وخيمه على طيش. لا تجننيني، ها هي تجاره مو كذب. شو شايفتك اخرتها رح تقلب علي؟ يا عالم يا ناس يا هو، جايب بضاعة حاطت فيها دم قلبي، ومو بس هيك متدين فوقهم مصاري من العالم. وصلت البضاعة واجا الزبون وقعد هون، واتفقت انا وياه على السعر وكله عال العال. بتجي حضرتها وبتقول له اصلا هاي البضاعة ما بتستاهل ربع السعر اللي طالبه جوزي، وبعدين البضاعة مغشوشة. بروح الرجال ببطل، وشو مو بس هيك بينشرها بكل السوق، وبتلحش البضاعة اللي دافع فيها المال والرسمال وكل مصاري العالم بوشي. انت بتعرف يا بشير انه انا ما بقدر احكي غير الصدق. ايه الصدق لكان، شوف الصدق لوين وصلنا. طب هلا شو قال الزبون يلي جابه الدلال ليشتري البيت؟ ملاطش ملاطش، رح تخليني قلطش حالي 600 كف. ان شاء الله متوقع انه الزبون يرجع يفكر يجي مرة تانية بعد 6000 عيب اللي طلعتي لهم اياه بالبيت. الدلالي إلا اطلالته حلوة، هي تقله لا مش عم نقش على الشمس، هو يقول لها البلاط جليد، هي تقله لا كله عم يجوي. الدلالي إلا المنجور منيح، هي تقله كله جايبينه سكريب. صار الرجال إذا بدنا ندفع له فوق حقه للبيت بطل يشتريه. طيب هلأ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نحكي الصدق. المهم شلون بدك تدبر هالمصاري؟ ما بعرف ما بعرف يا ملاطش شو بدنا نساوي. إذا وليد اللي أنا مدين منه مصاري قلي له موهم. ألو أهلين، كيفك وليد؟ إليكو هون. ألو أهلين وليد، شي يومين بس دخيل عينك. ليه لقيت الحال؟ بردون؟ إيه مو بيناتنا. أهلين وليد، مع السلامة. ليه تكذب على الرجال؟ ليه تقول له انك دبرت المصاري؟ لكن شو بدي اعمل؟ احكي الصدق، قل له ما معي مصاري. لكن الست ملاطش ما بتحكي الا الصدق، وبتتركني لاطش، انا طاشش.
يا سلام، احذرته ريحان.